إلى أسبانيا مع الزميل عمر ربيع ياسين ومعه الكابتن علي معلول الجناح التونسي اللي غاب عن كأس الأمم الأفريقية. لعل عمر ربيع ياسين يشوف لنا إيه أسباب غياب علي معلول عن كأس الأمم وانطباعاته عن البطولة واستعداداته مع الأهلي. اتفضل عمر. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومكملين معاكم من معسكر النادي الاهلي في اسبانيا مقر بعثه الاقامه. وزي ما حضراتكم عارفين وشايفين كواليسنا دايما بتكون كل يوم على قناه الاهلي مع لاعبي الفريق الاول، والنهارده معانا واحد ضيف عزيز علينا كلنا، واحد من افضل اللعيب اللي جم في مركز الظهير الايسر في مصر وفي افريقيا. بقاله كتير مش بيتكلم، بقاله كتير مش بيطلع، لكن يعني انتهزنا فرصتنا ان هو يكون موجود معانا، وهنكلمه في بعض الملفات الخاصه بيها ومستقبل ومشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري وفي بطوله افريقيا. اكيد هو غني عن التعريف او حضراتكم كلكم عرفتوه، هو الكابتن علي معلول. كابتن علي برحب بيك ومنور دايما قناه الاهلي. مرحبا بيك عمر، ومرحبا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ان شاء الله تكون حصه ممتازه ان شاء الله. كابتن علي، طبعا وجودك في معسكر الفريق في اسبانيا اكيد عندك رؤيه، اكيد يعني شايف المعسكر تنظيميا اداريا فنيا تكتيكيا ازاي قدرت تستفيد، وازاي شايف المعسكر من وجهه نظرك؟ لا، معسكر ممتاز على جميع الاصعده، الفندق نتاع الاقامه نتاعنا، الملاعب اللي قاعدين نتدربوا فيها، الأجواء ما بين اللاعبين كل أجواء ممتازة. قاعدين نعملوا في معسكر يليق باسم النادي الأهلي. احنا لهنا في فترة قاعدين نحضروا، عنا زوز مقابلات مهمين طبعا. كنا خيرنا نكون المعسكر هذا في إسبانيا، الطقس قريب لمصر، الأجواء كل ممتازة ما بين اللاعبين الكل، إن شاء الله يكون معسكر إن شاء الله ممتاز إن شاء الله. أنت كابتن علي اتكلمت وقلت على في ماتشين مهمين جدا جايين، المقاولين والزمالك، شايف المواجهات هتبقى عاملة إزاي؟ هل مباراة المقاولين لا تقل أهمية عن الزمالك؟ وهل مباراة المقاولون هي المباراة اللي هتحسم لقب الدوري إن شاء الله قبل الختام وقبل مباراة الزمالك؟ كل مقابلة عندها أهميتها، إحنا تو تركيزنا الكل عندنا مقابلة المقاولين اللي مش كون هي بالنسبه لي نحن كلاعبين ان هي اهم مقابله. تمام، ان شاء الله كي تكسب المقابله تاخذ 3 نقاط نتاعك، مش تحط ضغط على المنافس نتاعك اللي هو الزمالك. ناخذ كل مقابله بالاولويات نتاعها، عندنا مقابله الاولانيه ضد المقاولين، ان شاء الله نحضروا لها كما يلزم وندخلوا للمقابله كما يلزم ونحصلوا 3 نقاط ان شاء الله. شايف بطوله افريقيا الموسم اللي جاي هتبقى عامل ازاي كابتن علي؟ يمكن الموسم الحالي النادي الاهلي لم ينجح ولم يوفق في الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا، بتحلم انك تفوز باللقب الافريقي مع الاهلي، بتحلم انك تكون موجود في كاس عالم الانديه ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ اي لاعب لازم كي يجي للنادي الاهلي يعرف انه النادي الاهلي متعود انه ياخذ الدوري وياخذ الكاس، لكن الكاس الافريقي عندها مده غايبه على النادي الاهلي. حاولنا في ال3 سنين اللي تعدوا ان نكونوا موجودين، تواجدنا مرتين في النهائي وما حلفناش الحظ باش نتوجوا بالكاس الافريقيه. هذه المره الثالثه كنا خرجنا عن طريق سان داونز، ما كانتش المشاركه نتاعنا كما يلزم، لكن ان شاء الله تركيزنا السنه يكون اكثر، وان شاء الله الجمهور يسيبونا الجمهور يدخل اكثر للمقابلات نتاعنا ويكون هو المساند الرسمي نتاعنا، وان شاء الله كاس افريقيا هذه ان شاء الله تكون للاهلي ان شاء الله. طيب حضرتك اتكلمت وقلت على جمهور النادي الاهلي، ولازم تبقى عارف ان جمهور الاهلي من ساعه فيليكس وجلبرتو وفلافيو مفيش لاعب محترف في مصر جه واخد حب كل جمهور زي علي معلول. علي معلول كل جمهور الاهلي بيعشقه، بيحبه وبيموت فيه، وانت عارف الشعارات. فاكيد علاقتك مع جمهور الاهلي وحبك ده مش من فراغ، اكيد يعني بيتمتعوا ويستمتعوا، وكمان خصوصا ان هم عرفوا ان انت بقى عندك روح الفانيلا الحمراء بقت موجوده داخل دمك وجوه روحك. لا، اول حاجه انا نبادلهم نفس الشعور اللي هم يبادلوه فيه. كما قلت سبق وانا صرحت في اذاعه في صفاقس انه صعيب لاعب كره قدم انه يكسب حب جمهور النادي الاهلي. هذا مش من فراغ، كما قلت انت تعديت اجيال واجيال على النادي الاهلي، ولكن فما لاعبين تعدوا مرور الكرام، فما لاعبين قعدوا الاسم من لا ومن هذا موجود. الواحد يخدم على روحه، قاعد يدافع على الفانيلا كما يقولوا نتاع النادي الاهلي، خاطر الفانيلا نتاع النادي الاهلي مش اي لاعب ممكن يلبسها. احترام وحب لجمهور الاهلي على راسي من فوق، وان شاء الله نكون على حسن ظنهم في كل المقابلات وفي كل المسابقات ان شاء الله. منتخب مصر هل انت شايف ادى بالمستوى المطلوب في بطوله افريقيا، ولا كان ممكن يؤدي بشكل افضل من كده؟ كان ينجم مخير، لكن تعرف الضغوطات البطوله على ارضيه الميدان، على ارضيه البلاد نتاع مصر،
فما برشا ضغوطات تحطت على اللاعبين، لكن هذيك هي كرة القدم. اليوم يمكن تكون موفق فيه، اليوم الثاني ما تكونش موفق. ان شاء الله المنتخب المصري يرجع للعادات نتاعو ان شاء الله. شايف محمد الشناوي زميلك واللي هيكون واقف ان شاء الله في خط المرمى وراك في مباراه المقاولين اللي جايه بمستواه اللي ظهر بيه، ولسه هو مستحوذ على 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 افضل او لقب افضل حارس في البطوله بعدد الصدات، هل انت شايف ان مستواه بيطمنك وبيطمن كل زمالك في الفريق ان هو هيقدر يحمي مرماه من اهداف؟ اكيد الشناوي هو الحاضر، هو الحارس مرمى مصر الاول يعني. عمل بطوله بالنسبه لي انا ممتازه جدا، قدم اداء يخليه يكون احسن حارس في البطوله الافريقيه اللي تعديت. لكن عندنا زاد حراس اخرين كما شريف كرامي كما علي لطفي، معناتها ثلاثه حراس من طينه كبيره، والنادي الاهلي في المركز حراسه المرمى ان شاء الله عندنا ثلاثه حراس كبار. يعني هرجع تاني نقطة جمهور الأهلي وعايز أعرف رأيك، وهل ده بيغني عني علي معلول بحب جمهور الأهلي ليه طبعا بعد عدم اختياره المنتخب تونس؟ شفت جمهور النادي الأهلي إزاي؟ يعني مش متخيل كم الحب وكم الكلام اللي اتكلم عليه. وانت بالنسبة للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، انت أحسن ظهير أيسر في مصر وفي أفريقيا، مش بس جمهور الأهلي ده كل المحللين العرب والتوانسة. يمكن تعديت بالمرحلة هذه بعد كأس العالم، معناتها ما عملتش كأس العالم ممتازة، ما كنتش على في أوج العطاء متاعي، وشفت المساندة الكبيرة اللي لقيتها من جمهور الأهلي، جاتني الحاجة هذه معناتها حاجة ممتازة وكبيرة، معناتها حسيتها من الناس. ما عنديش فترة كبيرة معاهم، لكن حسيت اللي الناس هذوما يحبوني ويحترموني كما أنا نحبهم ونحترمهم. حاجه ما زدني كان شرف اللي جمهور الاهلي الكبير هذا يقعد مساند ليا وللزملاء الكل في الفريق، وان شاء الله نكون كما قلت لك عند حسن ظنهم، وان شاء الله اول حاجه نهدي ولهم الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن علي، انت يعني وصلت لمرحله نضج كبيره جدا دوليا ومحليا، حتى منتخب تونس كنت تساند منتخب تونس لابعد الاوقات، حتى وجودنا في التمرين كنت دايما تطمن على نتيجة منتخب تونس، تسألنا كام تتابع نتائج منتخب تونس. فأنا أعتقد إن دي عقلية كبيرة وروح كبيرة منك جدا إنك تساند منتخب تونس وزمايلك، اللي أنت قلت لي أنا زعلان على زمايلي إن هم ما وصلوش للمباراة النهائية. فنضوجك ده أكيد يعني شيء كبير وشيء محترم وشيء يليق بلاعب تونسي لاعب بيلعب في نادي الأهلي. كما قلت لك عمر، أنا ما قضيتش فترة صغيرة في المنتخب، عندي 6 سنين في المنتخب. لعبت عند جميع المدربين، هذا قرار تاع مدرب إنه استبعدني من المنتخب، قرار نحترمه الناس كل. لكن كما قلت لك فما حب لاصحابي اللي ما بينتنا عشره كبيره، عايشين مع بعضنا 6 سنين، نعرفوا بعضنا بالباهي بالباهي، دونك حبيت انه اصحابي يكونوا في النهائي. كنا حابين يكون نهائي عربي 100%، لكن الله غالب، عملوا اللي عليهم، عملوا مقابله كبيره مع المنتخب السنغالي، كانوا نجموا يربحوا المقابله ويكونوا متواجدين توا في النهائي، لكن الله غالب، قدر الله ما شاء فعل. عملوا بطوله ما تخليش البطوله كما يلزم، لكن بعد ما تدور ال 16 المنتخب التونسي ظهر الامكانيات الحقيقيه نتاعو، وان شاء الله نكونوا في المناسبات الجايه الافريقيه والعالميه ان شاء الله خير. ان شاء الله. علي معلول غير ان هو لاعب كره قدم بتحب تلعب بلاي ستيشن، بتحب تلعب كوره برضه، يعني انت بتحب تلعب كوره بتحب تلعب بلاي ستيشن، فانا عايز اعرف مين اللي انت بتلعب معاه على طول دايما، ومين اللي دايما بتحب تلعب ضده ودايما حظك علي عليه وهو حظه علي عليك؟ لا انا احنا التشكيله بتاعنا معروف، انا وسوليا ضد محمد هاني ومحمد نجيب. عملت ايه النهارده طيب في المقابلات؟ لا 17-11 في توتال الماتشات 17-11 يعني انت حريف بك، مش بس في الكوره حريف كمان في البلاي ستيشن. لا انا اسيست بس، السوليه بيجيب اجوال بس. كابتن علي، احنا اكيد جمهور الاهلي حابب ان انت دايما تكون موجود في النادي الاهلي وتختم حياتك في النادي الاهلي، وزي ما قلت لك انت من اللعيبه المحترفه القليلين اللي كسبوا حب جمهور الاهلي. يعني عايز كلمه منك لجمهور الاهلي في الختام، تحب تقول لهم ايه؟ داخلين على ماتشين مهمين جدا وبدايه دوري جديد وبدايه بطوله افريقيه جديده، فكلمه من الكابتن علي معلول لجمهور النادي الاهلي. لا، اول حاجه انا نوجه لهم التحيه الناس كل، ونقول لهم اللي انا راني نبادلهم نفس الشعور والاحاسيس الكل. انا زاد نحب الجمهور الاهلي بالرغم اللي ما عنديش مده كبيره معاهم، لكن الحمد لله المحبه ما بين الزوز متواجده بالباهي، وان شاء الله اول حاجه ان شاء الله كما قلت يكون الجمهور متواجد معنا في البطوله الافريقيه الجايه، وان شاء الله يكونوا بعدد كبيره ويسمحوا لهم ان شاء الله باش يجونا بعدد كبيره، خاطر هم اللي يكونوا دافع المعنوي بتاعنا.
اول حاجه زاد ان شاء الله نهدي لهم الدوري هذا نهار 28 ان شاء الله الناس كل وجمهور النادي الاهلي الكل يكون فرحان، ومن بعد السنه الجايه ان شاء الله كل الالقاب اللي موجودين فيها ان شاء الله نحاولوا نتوجوا بها ان شاء الله. اشكرك كابتن، شكرا جزيلا واسفين بعد الاطاله. لا حبيبي تسلم لي، الله يخليك حبيبي. كنا مع حضراتكم مع نجم النادي الاهلي ونجم الجبهه اليسرى مش بس في مصر في افريقيا الكابتن علي معلول، ودايما موجودين مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي في الحوارات الحصريه من مقر بعثه الاقامه في اسبانيا. شكرا لحضراتكم ودايما نشوفكم على الف خير.